بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الفيديو ده هنبدأ نتعلم مع بعض ازاي نستعمل برنامج LTSpice عشان نستخدمه في السيركت سيميوليشن. اول حاجة زي ننزل LTSpice ببساطة، هنعمل سيرش عليه في جوجل، هنلاقي LTSpice موجود هنا اول حاجة. وطبعا LTSpice من البرامج المشهورة في الحقيقة، فهتلاقي له برضو تيوتوريالز كتيرة جدا موجودة على الانترنت فري على اليوتيوب وعلى غير اليوتيوب. LTSpice كان زمان بتاع شركة اسمها لينير تكنولوجي، وبعد كده اشتريتها شركة اسمها انالوج ديفايسز، فهو حاليا موجود على الويب سايت بتاع انالوج ديفايسز. من اهم ميزات LTSpice زي ما احنا شايفين كده ان هو فاست فري انليمتد، سريع وسهل وبسيط وستيبل فري، وده اللي بيخليه في الحقيقه بوبيولار امونج الستودنتس، وبيستعمل في جامعات كتير حوالين العالم. وانليمتد معناه ان مفيش ليميتيشن على عدد الكومبوننتس، يعني ممكن تستعمل سيركت كبيره براحتك من غير اي مشاكل. هننزل ال تي سبايس ونعمل له سيت اب ونشغله، هيطلع لنا الويندو اللي احنا شايفينها قدامنا دي. هعمل ايه؟ هبدا هنا اجي فايل واختار نيو سكيماتيك. كده انا هفتح سكيماتيك جديده اقدر ارسم فيها السيركت بتاعتي. هتلاقي الكومبوننتس موجوده هنا، طبعا التول بار ده فيه كل الادوات اللي انت هتحتاجها وانت بترسم السيركت بتاعتك وبتعمل لها اديتنج. فهختار مثلا ان انا احط دايود بالشكل ده، وهختار ان انا احط جراوند بالشكل ده. انا دلوقتي عايز احط فولتج سورس، انا دوست اسكيب دلوقتي عشان اخرج بره المود بتاع الجراوند. هاجي هنا وهلاقي فيه كومبوننت، هنا بقى هلاقي كل الكومبوننتس في الحقيقه. فممكن اعمل سكرول كده وهلاقي ان من ضمن الكومبوننتس في فولتج، هختار الفولتج دوس اوكي واحط الفولتج سورس بتاعي، هدوس اسكيب، هختار الواير عشان ابدا اعمل الكونكشنز بتاعتي، هدوس ليفت كليك ليفت كليك ليفت كليك ليفت كليك، نفس الحكايه عشان اوصل الدايره بتاعتي بالشكل ده. طبعا دلوقتي انا موصل فولتج سورس بارلل مع الدايت، او موصل فولتج سورس بالدايت مباشره. ولو انت في اللاب طبعا ما ينفعش تعمل كده، لان الدايره هتتحرق، الدايت هيسحب منك كارنت كبير قوي، مفيش كارنت ليميتنج ريزيستور، فطبعا ما ينفعش اعمل كده في اللاب. لكن على السيميليشن مفيش مشكله. قبل ما ران السيميليشن بتاعتي محتاج اروح للفولتج سورس واديله اي قيمه. انا هروح للفولتج سورس، هنا هيظهر علامه الايد دي، هدوس رايت كليك، هيفتح لي دايلوج بوكس، هكتب مثلا ان الفولت بصفر. في الحقيقه انا مش هستعمل الفاليو اللي هي صفر دي، انا هعمل سويب في الحقيقه على الفولتج واشوف بقى الكارنت اللي هيمشي في الدايد، وارسم الكارنت فيرسس الفولتج. عشان ارن السيميليشن هروح ادوس على صورة الراجل اللي بيجري هنا، ده زرار اسمه ران، هيفتح لي دايلوج بوكس عشان اختار نوع السيميليشن والبارامترز بتاعت السيميليشن. فانا هختار دي سي سويب، لان انا عايز اعمل سويب لدي سي سورس اللي هو الفي 1، واسجل ايه الدي سي كارنت. فهكتب هنا في 1 اللي هو اسم السورس بتاعي اللي هعمله السويب، هختار نوع السويب ان هو لينير من اول صفر لحد واحد بستيب مثلا 10 ملي فولت، هكتب 10 وام، ام دي اللي هي معناها ملي. حاليا كتب لي تحت كده السيميليشن كوماند، ده الامر اللي هيروح للسيميليشن انجن عشان ينفذ عمليه السيميليشن. ولو دوست اوكي هلاقي الامر ده ظهر لي في الاسكيماتيك بتاعتي. في الحقيقه كنت ممكن اكتب الامر ده برضو كتكست بدل ما افتح الدايلوج بوكس ده، هدوس اوكي ظهر لي الامر زي ما احنا شايفين كده في الاسكيماتيك، وفعلا راح عمل ران للسيميليشن. لو ما طلعلكش هنا اي دايلوج بوكس يبقى ده معناه ان السيميليشن بتاعك سكسسفول. طب دلوقتي ظهر لي كده مكان ارسم فيه بس مفيش حاجه مرسومه، ازاي اقدر ارسم؟ ممكن اروح للاسكيماتيك هلاقي ان ظهر لي شكل بروب. لو انا دوست على واير يبقى انا كده هرسم فولتج، ولو جيت هنا دوست كليك على الواير بتاعي يبقى انا كده برسم الفولتج اللي هو في 1. فالرسم قدامي كده هي V1 versus V1، فكأنها معادلة خط مستقيم Y equal X. طبعا مفيش معلومة مفيدة هنا، فأنا عايز أمسح التريس ده، هاجي هنا على اسم التريس، هيظهر لي برضو علامة الإيد، هدوس رايت كليك وأقول له ديليت ذيس تريس. أنا عايز أرسم إيه في الحقيقة؟ أنا عايز أرسم الكارنت. عشان أرسم الكارنت هروح أقف على الكومبوننت بتاعي، هلاقي ظهر لي علامة مختلفة كده، علامة كارنت بروب. كارنت بروب يعني بروب بيقيس الكارنت. فلو دوست كده على الكومبوننت بتاعي هيرسم لي فعلا الكارنت فيرسس الفولتج، وزي ما احنا شايفين كده عندي اكسبوننشال كاركترستكس. طبعا الكرنت اللي ماشي هنا ب 600 امبير، السيميليتور مش هيتحرق، مش هيحصل له حاجه، لان طبعا لو كنا في المعمل كان الدايت بتاعي هيتحرق. عشان كده ما ينفعش ان انا اوصل دايره زي كده في المعمل، لازم يكون عندي كرنت ليميتنج ريزيستور. طب هل الاون فولتج بيساوي 0.9 فولت؟ في الحقيقه لا، الاون فولتج بيعتمد على انت هتستعمل كرنت قد ايه.
وعشان يبان الموضوع ده تعال نروح كده على الواي اكسس، هيظهر لي علامة المسطرة، هدوس رايت كليك، هيفتح لي دايلوج بوكس، ممكن اختار ان انا عايز لوجاريزميك اكسس وادوس اوكي، هيظهر لي شكل كارنت لوجاريزميك، طبعا خط مستقيم على اللوج سكيل، معناها ان انا عندي اكسبوننشال كاركترستكس. عشان احط كيرسر هاجي هنا اقف على اسم التريس بتاعي وادوس عليه ليفت كليك، هيظهر لي كيرسر، ممكن اخد الكيرسر ده وابدا ان انا اسحبه شمال واسحبه يمين، وهيظهر لي بقى الفاليوز بتاعتي بتاعت الاكس والواي بالشكل ده. وزي ما احنا شايفين كده، لو الكرنت عندي في الرينج بتاع نانو امبير، الاون فولتج هيبقى حاجه اراوند ال 0.4 فولت، لكن لو الكرنت بتاعي زودته ورحت ناحيه المايكرو امبير هلاقي ان الاون فولتج بتاعي اراوند ال 0.5 او 0.6 فولت، لو رحت للرينج بتاع الملي امبير هلاقي ان الاون فولتج بقى اراوند 0.7 فولت، ولو رحت بقى للرينج بتاع التنز اوف امبيرز هلاقي ان الاون فولتج بقى اراوند 0.9 فولت. لكن لو انت طبعا بتشتغل في رينج اوف كارنت معين، زي مثلا بتشتغل من 1 ملي امبير ل 10 ملي امبير، هتلاقي ان الايه الفولتج بتاعك بتغير تغيرات طفيفه جدا، وده اللي بيخلينا نعرف نستعمل الكونستانت فولتج موديل. لو عايز احس اكتر بموضوع ان الاون فولتج بيتغير حسب الرينج اوف كارنت، ممكن اجي هنا على الواي اكسس وارجعه لينير سكيل تاني زي ما كان، وعندي هي الاكسبوننشال كاركترستكس بتاعتي. بس هاجي بقى واعمل ايه، واعمل زوم على مثلا المنطقه اللي اراوند ال 0.7 فولت، هروح اعمل زوم بالشكل ده. طبعا الكارنت بتاعي اولموست مش باين، فهروح كده للزرار ده اللي هو بيقول لي اوتو رينج. اوتو رينج ده بيعمل اوتو رينج للواي جيفن الايه المنطقه اللي انا مختارها، فدوست اوتو رينج، هتلاقي دلوقتي الكارنت في الرينج بتاع الملي امبير زي ما احنا شايفين كده. بقى انا شايف فعلا ان الايه الاون فولتج الفولت اللي الدايت بيبدا يترن اون عنده اراوند 700 ملي فولت، اللي هو الاون فولتج المناسب لو الرينج اوف كارنت بالملي امبير. طبعا ده بالنسبه للايه للدايت اللي انا بستعمله دلوقتي. طب هتقولي طب الدايت ده هو انهي دايت؟ ده في الحقيقه جينيريك دايت موجود جوه الت سبايس بيلت ان. طب لو انا عايز اغيره اعمل ايه؟ هاجي كده على الدايت بتاعي وادوس رايت كليك بالشكل ده، لما ادوس رايت كليك هيفتح لي هنا ان انا ممكن ابدا اغير في البارامترز بتاعت الدايت. لو دوست بيك نيو دايت هيجيب لي البيلت ان دايتس، دي الدايتس اللي موجوده متسطبه مع التول، ممكن اختار واحد منها، طبعا متقسمه للبارت نمبر والمانيفاكتشرر ونوع الدايت، البريك داون فولتج وهكذا. وده السبايس موديل بقى، السبايس موديل ده اللي هو البارامترز اللي بنحطها في الايكويشن اللي بتوصف البيهيفير بتاع الديفايس. احنا طبعا عارفين ان الدايت ممكن نوصفه باكسبوننشال ايكويشن، الايكويشن اللي بيستعملها السيميليتر بتبقى اعقد شويه من الايكويشن البسيطه اللي احنا عارفينها في التكست بوكس، ودي البارامترز اللي بتتحط في الايكويشن. يمكن احنا عارفين البارامتر اللي اسمه اي اس اللي هو الساتوريشن كارنت او السكيل كارنت، عارفين البارامتر اللي اسمه الان اللي هو الاميشن كوفيشنت، ودي بارامترز ثانيه طبعا خاصه بالايه الايكويشن زي ما قلنا السيميليتر بيموديل بيها الدايت.